مساء الخير جميعا مرة تانية، وسعيد جدا ان انا اكون مع حضراتكم النهاردة واكون في المكان الجميل اللي احنا فيه ده. الحقيقة لما باجي العالمين وانا يعني ما جيتش كتير، انما ابتديت اشوف، جيت مرة زمان قوي فترة سابقة من حوالي 7 سنين او 8 سنين، وجيت دلوقتي. فاول ما باجي العالمين الحقيقة بيخطر على بالي شوية خواطر، واسمحوا لي احاول ان انا اشارككم في الخواطر دي بشكل او باخر. اول حاجه في الخواطر دي هي فكره الرؤيه. احنا تعلمنا دايما انه التاريخ هو اللي بيثبت مدى جدوى ومدى وجاهه الرؤيه وليس شيء اخر، مش الحديث عن الرؤيه نفسها. انا كنت موجود الحقيقه لما القياده السياسيه اتكلمت عن العالمين كرؤيه لمنطقه في الساحل الشمالي وتطوير الساحل الشمالي عشان ياخد حقه من السياحة الشرق أوسطية أو آسف الميديترينيان أو الخاصة بالبحر المتوسط. وأظن النهاردة اللي احنا بنشوفه سواء كان في العالمين أو في الساحل الشمالي بيثبت أن الرؤية كانت صائبة وأن الرؤية قابلة للتحقيق، وأن الرؤية هتضيف شيء كبير قوي لمصر ولصناعة السياحة المصرية وللشعب المصري نفسه. الحاجة التانية اللي بتخطر على بالي أول ما باجي هنا هي التفاؤل. لما بشوف قدامي استثمارات كبيرة جدا وبشوف ثقة من القطاع الخاص ومن المستثمرين في مكان، بحس أنه في تفاؤل بالمستقبل. والعالمين أظن كمية الاستثمارات اللي موجودة قدامنا والاستثمارات اللي جاية وطالعة في المستقبل تدعو للتفاؤل وبتقول أن بكرة أكيد إن شاء الله أحسن من النهاردة. الحاجة الثالثة هي أن العالمين بتمثل بالنسبة لي هي والساحل الشمالي الوضع الأمثل للسياحة. أنا دايما بقول السياحة هي صناعة قائمة على حرية وسلامة وجودة، حرية وسلامة وأمن، أنا آسف، الانتقال والتنقل. العالمين مكان تقدر تنتقل إليه بسهولة وبأمان، العالمين مكان تقدر تتنقل فيه بسهولة وبأمان، تتمتع فيه بالحرية الكافية، بتقدر تعيش اللايف ستايل بتاعك أو حياتك بالشكل المظبوط أو ما تريده، طبعا مع احترام العادات والتقاليد، وكلنا عارفين ما هي حقوق وواجبات السائح على مستوى العالم كله. الحاجة اللي أنا عايز أقول لكم عليها وهي الحقيقة حاجة أسعدتني جدا امبارح لما زمايلي في الوزارة شاركوني فيها، هي أن العالمين جالها عدد كبير قوي من الجنسيات السنة دي. حد يقدر يقول لي نتوقع كم جنسية زارت العالمين السنة دي؟ بس مش الناس اللي أنا قلت لهم. ساعات سفير الكويت عمال يضحك لأنه كان هيقول، بس أنا اللي قايل له على فكرة، ما تسمعوش منه. تفتكروا كم جنسية؟ حد يقدر يقول رقم؟ يا جماعة ابتكروا، علوا صوتكم. 20؟ مين يزود؟ أنت غشاش. لا، هم 104 فعلا، بس حد غششك على فكرة، ومش عارف سفير أي دولة اللي غششك الحقيقة النهاردة، فمش عارفه. 104 جنسية على فكرة، ده إنجاز كبير قوي لو تاخدوا بالكم. 104 جنسية، يعني أنت في 104 دولة حصل في word of mouth، هتتسمع عن المكان وتنقل عن المكان خبرة معينة سواء كانت إيجابية أو سلبية، وأنا متأكد أنها هتكون خبرة إيجابية إن شاء الله. السياحة المصرية، بقول لحضراتكم احنا السنة دي عندنا رغم كل التحديات الجيوسياسية، ويمكن حضراتكم شفتوا من يومين بعد حادث معين ايه اللي حصل في البورصات العالمية وايه اللي حصل على مستوى العالم كله والخسائر اللي حصلت في عدة دول مختلفة وأثرت علينا بشكل بسيط جدا أو طفيف جدا، بس الحمد لله مصر قادرة انها تلاقي طريقها في وسط المشاكل الجيوسياسية والمشاكل الاقتصادية اللي موجودة في العالم وحوالينا بشكل مباشر. لما نيجي نبص نشوف حوالينا من جميع الجوانب هنلاقي ان احنا عندنا تحديات كتيرة جدا، والحمد لله وبفضل يعني حكمة القيادة والمجهودات الكل من اول اصغر واحد في الشعب الى اكبر واحد، التكاتف ده هو اللي مخلينا نوصل للقدرة على ان احنا نتعايش مع الصعاب اللي موجودة حوالينا. الحقيقة السياحة في تقدم السنة دي رغم كل التحديات، احنا عندنا زيادة
تقريبا في كل شهر بتزيد 5% 6%، وهو رقم مش بطال، كنا نطمح في أكتر من كده. رؤيتنا الحقيقة هتتغير وهنعمل حاجة هتكون طليق بينا. مصر من أكثر دول العالم من حيث التنوع أو إمكانيات التنوع السياحي. يعني إيه؟ عندك أنماط سياحية كتيرة جدا موجودة بحكم واقع مصر الجغرافي وما تملكه مصر من إمكانيات، سواء كانت سياحة ثقافية، علاجية، بيئية، غوص، الآثار الإسلامية، الآثار القبطية والمسيحية، الآثار الرومانية، قلاع من أيام الدولة. يعني عندنا تنوع كبير جدا في الأنماط السياحية. فرؤيتنا من هنا ورايح، وده يعني آخر ما استقرينا عليه، هو أن نكون نمرة واحد في العالم من ناحية تنوع الأنماط السياحية. حد هيقول لي في العالم، هقول له يس في العالم، لأن مقوماتنا هي نمرة واحد في العالم من حيث تنوع الأنماط السياحية. كل اللي احنا عايزين نعمله في الموضوع ده ان احنا هناخدهم نمط سياحي نمط سياحي. في حاجات هتاخد معانا 10 سنين، حاجات هتاخد معانا 5 سنين، هتاخد معانا 2 سنين، بس يبقى في خطة مركزة لتنويع الأنماط السياحية المصرية وتنويع الأسواق اللي احنا بنشتغل معاها وهكذا. النهاردة هضرب مثلا معانا سعادة سفير كازاخستان. كازاخستان في أقل من كام سنة سعادة سفير، هو يتكلم عربي كويس، في عدة سنوات أصبحت كازاخستان من أهم الدول اللي بتصدر سياحة لجمهورية مصر العربية. عندنا إيطاليا مثلا، إيطاليا من الدول اللي يعني بتتعاون معنا الحقيقة بشكل كبير جدا، ليس فقط في مجال السياحة، إنما عايز أقول لكم في مجال الآثار في تعاون يعني أنا سعيد بيه جدا، ويعني أتمنى أنه هو يتطور مع الوقت. وكان في معالي وزير الثقافة الإيطالي، اجتمعنا مع بعض من يومين، تعاون مثمر جدا وبناء، واحترام متبادل وتقدير عالي جدا لما تملكه مصر من إمكانيات كبيرة في مجال السياحة. بشكر حضراتكم جدا، وبشكر السادة السفراء ورؤساء البعثات وممثلي البعثات اللي رافقونا النهاردة. أنا عارف أنه في أجازات، وشهر أغسطس ده شهر الأجازات، وعارف أن كان في بعض التحديات الأخرى، إنما بشكر حضراتكم، وحيكون عندنا لسه زيارات لضيوف مهمين آخرين. بشكركم على الوقت اللي انتوا جيتوه علشان تدعموا فكرة العالمين ورؤية العالمين والسياحة اللي موجودة في العالمين، وإن شاء الله دايما نلتقي في مصر وهي تتطور وهي تنمو وهي تحقق الرؤية المرسومة ليها، ونحس بالسعادة، لأن أهم حاجة النهاردة إن احنا نكون سعداء بهذا المكان. وعلى فكرة في نقطة أخيرة أنا عايز أقولها، فكرة إن العالمين هي، أنا عملت دراسة قبل ما مسافر على أسعار الفنادق وتنوع الفنادق. العالمين على فكرة تصلح لجميع فئات الشعب، إنما يمكن العدد بتاع الغرف اللي في يعني في كاتيجوريز معينة أو في شرائح معينة ممكن تكون كبيرة أو صغيرة، إنما لما شفت الأسعار الحقيقية اللي اتباعت بيها الأوض، وشفت التنوع اللي موجود في منطقة العالمين والساحل الشمالي من ناحية الشقق الفندقية والشقق اللي هي اللي بنسميها الشورت رنت، اللي هي بناخدها عن طريق الويب سايتس لمدة 2 أو 3 وخلافه، في تنوع كبير جدا من ناحية السعر في العالمين والمنطقة المحيطة بها في الساحل الشمالي. فأرجو أن لا نستمع لهذا الكلام زي أي دولة في العالم، نبص على جنوب فرنسا، نبص على جنوب إيطاليا، نبص على كل دول العالم فيها أماكن يعني مخصصة أو بتكون غالية ما بيقدرش يروحها غير فئة معينة، إنما في أماكن أخرى بيقدر عليها مختلف الفئات اللي موجودة من الشعب أو من الزائرين. فهي عايزة شوية بحث شوية بس، وإنه الواحد ما يقولش إنه لا أنا مش هلاقي حاجة، ويبحث شوية هيلاقي وهيقدر يستمتع بالعالمين والساحل الشمالي بشكل أو بآخر. بشكركم جدا، وبشكر المتحدة على التنظيم، أنا سعيد بيهم جدا الحقيقة. يعني أنا شفت ديناميكية كبيرة قوي، شفت حرفية كبيرة جدا في المتحدة، شفت قيادات وأصغر ناس وأكبر ناس وشباب صغير قوي وشباب أكبر في السن شوية، كلهم أنت شفتوا لما قاعدة على الأرض النهاردة، وأظن كانت مبسوطة. هي فين؟ كانت مبسوطة وهي قاعدة على الأرض أكتر ما قاعدة على الكرسي في الأوتوبيس بتشرح للناس. الحقيقة روح حلوة قوي. بشكر المتحدة، وإن شاء الله يبقى فيه كمان تطور أكتر وأكتر في المستقبل. شكرا جزيلا، ونلتقي دائما على خير. شكرا.